السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطفالي الأعزاء، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا أحسن الأحوال. مرحبا بكم من جديد في قناتكم يا بيلاكا طفلي. أنا جيت لكم عاوتاني مرة أخرى باش نستمروا في تعلم حروف الهجائية، وإن شاء الله غنزيدوا اليوم جوج الحروف وحدين أخرين. ما شاء الله عليكم هانتوما غاديين باش ننتقلوا للحركات بإذن الله. أول حرف عندنا الحصة ديال اليوم هو حرف الراء. الراء، راء. غنعاودو مع بعضياتنا، راء. ما عندو حتى شي حاجة، لا نقطة لا والو. راء، راء، راء. ولكن دابا غتعاودو من مورايا، يلا باش نشوف كيفاش غنطقوها. يلا، برافو، ما شاء الله عليكم. راء، راء، راء. مثلو، مثلو. رمان، رمان. نكتبوها رو، رمان، رمان. نعود الحروف مع بعض. راء، راء، راء. رمان، رمان. فين عندنا حرف الراء؟ فين جانا حرف الراء؟ جانا في أول الكلمة، جانا في أول الكلمة. دابا غادي ننتقلوا للحرف الثاني اللي عندنا في هذه الحصة، اللي هو حرف الصاد. صاد، صاد. نعودوا مع بعضياتنا. صاد، صاد. هذا ما عنده فيه لا نقطة لا حتى شي حاجة. صاد، صاد. يلا، بغيت نسمعكم كيفاش غتنطقوها. يلا وليداتي، يلا ما شاء الله عليكم. صاد، حسن جدا. صاد، برافو عليكم. صاد، صاد. مثل، مثل. صاروخ، صاروخ. كتبوه، كتبو. صاروخ. صاروخ، صاروخ. نعاودو. صاد، صاد، صاد. صاروخ، صاروخ. هنا غنشوفو الصاد عاوتاني فين عندنا. عندنا أول الكلمات، أول الكلمات. دابا غنعاودو الحروف من أول ديال الحصة ديالنا، نعاودوهم مع بعض. راء، راء، راء. رمان، رمان. صاد، صاد، صاد. صاروخ، صاروخ. وصلنا للنهايه ديال الحصه اليوم. غدا ننتقلوا للنشاط اللي غادي يعجبكم بزاف، واخا فايتين دايرينو، ولكن انا عارفه الوليدات بانهم يعجبهم هذا النشاط. نكتشفوه مع بعضياتنا. يلا ننتقلوا للنشاط. اهلا وليداتي مره اخرى. النشاط اليوم ان شاء الله غادي يكون بالعجينه، ولكن بطريقه اخرى. وغادا نكون نكتبوا الحروف ديالنا بهذه الطريقه، اما تكتبها لكم ماماكم او لا نخرجوهم في المطبعه. اتفقنا؟ يلا على بركه الله نبداو النشاط ديالنا الممتع. نبداو بالحرف الاول اللي هو حرف الراء. ناخذ العجينه ديالنا بهذا الشكل، نديرو لها هكذايا على شكل طويل بحال الحنيش هكذايا. واخا يلا نطلقوها هكذايا طويله باليديدات ديالنا، ونحاولوا نجيبوا الحرف الراء. وغادا نديرو هذا الحرف الراء، غنديروه فوق من هاد اللي مخطط. شفتوه؟ ها هو حرف الراء. احنا غنقبضوا العجينه ديالنا
ونحاولوا نتبعوا هاد الخط ديال الراء ديالنا، ولا كانت شي زياده نحيدوها ماشي مشكل، باش يجينا حرف الراء مزيان. ونديروا الصبيع ديالنا ونبقاو نقولوا هذا حرف الراء، راء 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 راء. ها دابا ننتقلوا للحرف الموالي اللي هو حرف الصاد. حرف الصاد اللي عاوتاني نديروا نفس العمليه، نكرروها بهذه الطريقه. بهذه الطريقه نديروا العجينه ديالنا وغادي نجيبوا الحرف ديالنا اللي هنايا، وغادي نحاولوا نتبعوا نفس الحرف الخط ديال الحرف باش نديروا بحال هذا الصاد اللي مكتوبه عندنا في الورقه، اللي مكتوبه عندنا في الورقه. يلا يلا كلشي يقبض العجينه ديالو ويدير لها هكدا، ندير لها هكدا بحال الحبل باش نحاولوا نغطيو الحرف ديال الصاد بالعجينه. غنغطيو الحرف ديال الصاد بالعجينه ديالنا. هذا حرف الصاد، حرف الصاد. وندوزو بالصبيع ديالنا باش نحقلو عليه في الرويص ديالنا. صاد صاد صاد. هذا حرف الصاد، وهذا حرف الراء، حرف الراء. وصلنا النهاية ديال النشاط. أبطالي الصغار تنشكركم بزاف بزاف على حسن المتابعة. نتلاقاو فيديو آخر بإذن الله. حافظكم المولى عز وجل، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.